ممكن لما يتوجه الفترة الحالية للشراء العقاري هل ممكن يقدم دلوقتي؟ طبعا كل الأمور دي نازلة بمنشور، القانون ما بيتكلمش، ده نازلة بمنشور. فالمنشور ده دلوقتي الوزارة قاعدة عندها شؤون قانونية أو إدارة البحث عندها تمام، تفك المشاكل دي. المشاكل دي مشكلة بتتعرض عليها ولازم هم اللي يفكوها، يعني ده احنا ما نعرفش احنا نفك. طيب استاذ سليمان، هو يعني على ما اعتقد هو ده هيبقى اوضح اكتر الفتره اللي جايه على ما اعتقد، يعني لو بنتكلم على ان كل شويه في منشور بيختلف ان هو بيعالج مشكله ما، فده مهم جدا، بس اهم حاجه الاسراع في حل المشاكل اللي بيواجهها بعض الناس. بيفكوا دلوقتي الحاجات العامه زي اللي احنا بصددها النهارده. تمام، احنا النهارده ما كناش عارفين نسجل ليه في المجتمعات العمرانيه، لان ترتيب التسجيل في القانون كان بيقول لك ايه، لازم انا شاري من مطور عقاري، تمام، لازم المطور العقاري يكون شهر او مشهر هذا العقد او مسجل العقد، تمام، وبيتم شهره في القانون عندنا بطريقه اسمها طريقه الايداع، بنودع العقد التخصيص وعقد والتصرف، ايوه تمام، الصادر من الجهاز للمطور العقاري ونشهره. طيب دلوقتي الدوله عايزه تيسر غالبيه تمام المطورين العقاريين ما اشهروش، طب انا اشتريت من مطور عقاري وعايز اشهر الفيلا او الشقه او الوحده السكنيه بتاعتي اعمل ايه؟ كنتش اقدر اعمل حاجه. كان لازم المطور العقاري يقول يشهر عشان انا ابدا اتحرك، يا اما اعمل حاجه اسمها صحه ونفاذ عقد البيع وادخل المحكمه. تمام، منشور 9 اللي صدر يوم 19/4 من اسبوع تمام حل المشكله دي في ضوء القانون، هو ما بيحلش برضو اعتباطا او من نفسه تمام، وقال ايه؟ قال من حقك يا احمد يا فوزي كصاحب شأن، شوف عرفني، قال لي انا اسمي صاحب شأن في القانون مش المتصرف اليه الاول، دائما المتصرف اليه الاول هو اللي شاري من هيئة المجتمعات العمرانية، كان دايما هو حلقة الوصل دايما ما بيني وبين الاخر. بالظبط، هو اللي خصصت له هيئة المجتمعات العمرانية بصفتها الجهة المنوط بيها اعطاء الاراضي للافراد او الشركات او واتيفر. تمام، فدول اسمه المتصرف اليه الاول المطور العقاري. دلوقتي ايه اللي اختلف؟ كان يجب على المطور العقاري يشهر عشان انا صاحب الشأن، دلوقتي انا اسمي احمد صاحب شأن اشتريت عايز اشهر، فما ينفعش اسجل فيلتي الا او وحدتي السكنيه لما كل الارض مسجله. دلوقتي القرار قال لك ايه؟ قدم الطلب بدون ما بيكون المطور العقاري ده اشهر بشكل منفرد، يعني بالزبط. يعني انا دي حق الملكيه بالزبط. الخاصه بيها بعقد التمليك بتاعي اللي بالزبط. بيثبت ذلك بالزبط. ده من حق هنا اسجل بيه بالزبط. بعيدا عن الشكل او الاطار اللي هو داخل فيه المطور العقاري، ان هو بقى الارض مسجله الارض غير مسجله ايا كان بالزبط. بس ما اعتقدش دلوقتي يا استاذ احمد ان بيطلع قرارات بالترخيص من هيئه المجتمعات العمرانيه على ما اعتقد لمطورين عقاريين، انا بتكلم ان هي كتسجيل، لا مالناش دخل بالترخيص، هل هي مش من ضمن الاشتراطات اللي كانت قبل كده ذكرت قبل كده ان كل مشروع على حده لازم يبقى فيه فلوس معينه او ما لا مالناش دخل ده دي انا بتكلم على الضوابط دي، لا الضوابط مش دي من ضمنها علاقة. انا بتكلم في ده، هل مش من ضمنها قبل كده ان لازم تكون الارض مشهره او الارض مسجله؟ لا مالهاش علاقه، هو الطبيعي ان هيئه المجتمعات العمرانيه بتدي المطور العقاري قطعه ارض بقرار تخصيص وبيطلع بيه قرار بالتخصيص قطعه الارض، على المطور العقاري ان يشهر تمام القرار ده عن طريق حاجه اسمها ايداع عشان انا اعرف انا المشتري من الشارع العقاري اعرف اسجل. تمام، فاصبح المنشور 9 احنا معانا الاخير المنشور. ده المنشور 9 أيوة. اللي لسه صادر يعني لسه الاسبوع اللي فات اصبح قال لك لا اتفضل حضرتك روح مشكورا سجل. قدم المنشور معانا اهو على هو الشاشه، هو ده المنشور احنا مطلعينه اهو لسه صادر حتى بتاريخه المنشور ده، قال لك لا حضرتك ممكن تروح كمطور كصاحب شأن كأحمد كمالك. فوزي كمالك انا بقول على نفسي في اسمي صاحب شأن، بس هنا هل كمالك في اشتراط محدد للتسجيل انك تكون مخلص الوحده؟ لا هقول لك دلوقتي كل هقول لك كل حاجه تمام تمام.
المنشور ده اداني الحق ان انا اتقدم على طول للجهه اللي هي منوط بيها التسجيل، اللي هو اروح اقدم طلب. طب اقدم طلب فين؟ في الشهر العقاري، مأموريات الشهر العقاري التابع ليها. يعني انا في الشيخ زايد اروح اقدم مأموريات الشهر العقاري الشيخ زايد. اول حاجه اروح اعملها ايه؟ اجيب نموذج اسمه نموذج 2، تمام، واعتقد موجود معانا برضو على الشاشه. تمام. يطلع نموذج 2 ده بنروح نشتريه من مأموريه الشهر العقاري. أيوة. ده رسمه 100 جنيه. النموذج ده لما بنروح بناخده ونملاه زي ملف كده، هو ظرف مظروف كده فيه ورقتين متصورين. تمام. المظروف ده اللي بناخده ونملاه ونكتب فيه البيانات كلها اللي احنا عايزين نقدم في المظروف ده. ايه هو المظروف ده؟ اهو ده معانا على الشاشه دلوقتي. المظروف ده 100 جنيه بيتجاب، ده 100 جنيه بتشتريه من مأموريه الشهر العقاري، وبدا بيتباع دلوقتي خلاص. عظيم. تمام. ده جواه المفروض ترفق ايه بقى؟ جواه تروح مذكورا جايب شهاده بالكود العقاري بتاع الوحده. كل دلوقتي المجتمعات المعماريه الجديده كل مبنى ليه رقم كود موحد. بتجيب منين الكود الموحد ده؟ من هيئه المساحه. تروح هيئه المساحه تقول له انا العقار المساحه دي داخل الجهاز؟ لا، منفصل عنها. دي هيئه المساحه اللي في عكاشه في الدقي. تمام. تروح تقول له انا عندي العنوان بتاعي كذا. طب العنوان بتاعك مش واضح، تجيب اللوكيشن. تمام. ويحدد له المنطقه والمساحه. يحدد له المنطقه، يديك الكود بتاعك بالتفصيل ليه. تمام. ثم تقوم بتجيب شهادتين تصرفات عقاريه، واحده من مأموريه الشيخ زايد مثلا لو انت تابع للشيخ زايد، وواحده من الشهر العقاري الرئيسي بعدم تصرفات بعدم وجود تصرفات، شهادات اسمها بنقول شهادات تصرفات عقاريه. تمام. دول ثلاث حاجات، وبندفع الرسم. تمام. وبنروح نقدم برضو على نجيب رخصه مباني للعقار. ايوه. طب انا ما معيش الرخصه، موجودة. بقدم عليها في الحي اجيبها. زائد شهاده بعدم وجود مخالفات. طب عندك مخالفات، عملت قانون التصالح، تجيب نموذج 10 وتقدمه، زائد سند ملكيتك، عقد البيع، صوره منه، ترفق الاوراق دي كلها في الملف ده. تمام. في الملف المأموريه بتتفضل تبعته للجهاز لمراجعته والموافقه عليه. بمجرد الجهاز ما يوافق يبقى كده تسجل. انت هترجع تاخد اجراءات التسجيل، تروح تمضي مستقل بذاتك كصاحب شأن مش مطور عقاري. بالظبط. ويبقى كده تمت باختصار شديد. معلش احنا عشان الوقت بتاعنا بس. لسه برضه انا مش هسيب الموضوع ده، لسه الموضوع ده لسه ما اتكلمناش فيه يا استاذ احمد. حاضر. المره اللي جايه برضه هنتكلم.